محترمه كده. يجي كابتن خطيب يقول لهم يا جماعه تعالوا، رئيس البعثه يمكن يكون عنده حاجه فعلا، اسلام اخطا مثلا، فانا كابتن خطيب ياخد قراره بان هو يعاقب اسلام. يجي كابتن سيد عبد الحفيظ يقول يمكن اسلام برضو اخطا، يجي عشان لما يجي ياخد القرار يعرف ياخد قرار صحيح. والاهلي لما بيقول حاجه بينفذها. وبعدين كابتن محمد فضل قال ان هو هيكون عقوبات في المداخله طبعا مع كابتن سيف زاهر، قال هيكون هناك عقوبات لمن اخطا. يعني يا جماعه والله انا بجد حزين جدا من العقوبات دي، حزين جدا من العقوبات دي. لو حد في النادي الاهلي الكاميرات اثبتت ان هو اخطا، اعمل اللي انت عايزه يا اخي، بس وفق لائحه وقانون مش وفق اهواء. وهو اتحاد كره القدم كان فيه لما كان الراجل بيطلع يشتمكوا في كل حته وبيشتمكوا في كل حته وبيسخن الدنيا في كل حته، وما زال لغايه النهارده لغايه امبارح بيشتمكوا لحد ساعه لغايه من شويه بيشتمكوا. ما تردوا ولا هو ايه النظام؟ ولا هو القلب اصله القلب ابيض؟ ولا على راسنا ايه؟ ولا احنا اللي هيشتمنا هنخاف منه؟ ما على فكره مفيش اسهل من ان احنا نعمل كده. والله الكلام اللي بيعملوه ده مفيش اسهل منه، سهل جدا ان انا اطلع اقول لك ده كذا وده كذا، هو يقول كلمتين وانا اقول كلمتين ونقعد بقى ايه، لكن انا بتكلم في اللي احنا شايفينه، وبعد كده ما اعمل اللي انت عايزه. وبعدين هقوم جاي اعمل اللي انت عايزه برضه. احنا مش بنقول كلام وخلاص يا جماعه، مش بنقول لمجرد ان احنا عايزين نخوض في اعراض حد. من اول يوم النادي الاهلي تنبأ بهذا الكلام، من سنتين، من سنتين ايه؟ من يعني الواحد مش عايز يعني يا جماعه، كان عندنا حسن ظن دائم دائم خلال الفترة اللي فاتت. وبالمناسبة يعني حسن الظن الحقيقة انتفى تماما خلال بعد نهاية المباراة. كان ايه اللي هيحصل؟ هو في واحد في الدنيا يبقى كسبان ويعمل كده؟ في حد كسبان في الدنيا ويعمل كده؟ روح احتفل مع ناديك، اعمل اللي انت عايزه، ان شاء الله يا ربي ماليش فيه.